تغير من عبد الله بن بدر العامري، ايضا ينتقل شعار بن بدر الى هذه اللحظات مع شعار شاعر متعب الاكيل الملكيه لبن بدر مشاهدينا في كل مكان. بينما نتابع معكم المركز اللي قادم هو زعفران لمحمد بن علي ابو ليلى المري الذي ينطلق في هذه اللحظات. بدورنا ننطلق الى المركز الخامس حيث هناك تغيير من شاهين لحميد بن سعيد بن احمد بن سيف الرميثي الذي يتقدم في هذه اللحظات وينطلق الى المركز الخامس. النقله السادسه ودخول وقدوم من قبل عزام لسالم بالغبش بن محمد المحرمي. بدورنا ننتقل للمركز الثامن او السابع اللي غير الان كما نتابع في هذه اللحظات ودخول من قبل هناك الذيب الاخر لسعيد بن سهيل بن دليم التبي. هذا الشعار الذي تعلق بقوه مشاهدينا في هذا اليوم نقطتين، وهنا ايضا شعار اخر يتدخل في هذه اللحظات والقدوم والتقدم من قبل مشاهدينا الذي وصل كما نتابع لعبد الله بن محمد بن الشين الكثيري كلاشنكوف. نعود للصداره ما شاء الله وتبارك الرحمن. الشوط انجر، الشوط راح، اللي بيروح يروح واللي بيجرب بالفعل الان يجربه، لكن الشوط انا اعتقد هناك متعب، اتعب الجموع واشعار الدولار. الله خليفه بن حميد محمد المشيخي الذي يتقدم في هذه اللحظات. الله يا الشاعر، الله ينطلق، ينطلق محمد وينطلق ويغادر بهذا الاداء الجميل بذكريات الدولار، يغادر في هذا الشوط الى الصداره وخلاص ما شاء الله. وعنده زود وله انجازات هناك مشاهدي الاعزاء في الكوع. الله يا سلام، المركز الثاني وصل هنا شعار زياد يتسلل الى الهاتريك. الله هذا هو امامكم الذيب لسعيد بن سهيل بالدليم الاكتبي. يا سلام ومشكور يا سعيد. الله وسعيد اكيد سعيد. المركز الثالث وصل هناك صوغان لعبد الله بن محمد بن مسلم المنصوري اللي اول مره لناديبه ما شاء الله وتبارك الرحمن. لسالم بالغبش وصل، عزام وصل لسالم بالغبش بن محمد المحرمي. وايضا هناك وصول وقدوم من عبد الله بن حمد بن راشد العمري مع الخروف، ولكن الصداره مع المقدمه. ومتعب، متعب 200 متر يتقدم خليفه بن حميد بن محمد المشيخي. الله يا راعي الدولار وبذكريات الدولار يتقدم راعي الجوع ليخطف نقطة غالية بالوثبة ويسطر حروفا من ذهب بالسعر الغالي بالفعل. تهانينا مشاهدي الأعزاء لمالك متعب خليفة بن حميد بن محمد المشيخي، له التحية الشاعر. المركز الثاني قدم هناك الذيب سهيل بن سعيد بالدليوي الاكتبي. والمركز الثالث مشاهدينا من وصل المركز الثالث مشاهدينا قدوم العزام لسالم بالغبشي بن محمد المحرمي. ورابع المراكز كان ايضا متواجد الخروف لعبد الله بن حمد بن راشد العمري. والمركز الخامس مشاهدينا الذيب الصغير من عبد الله بن بدر العامري. واللقطه امامكم مع الهواري والتوقيت الزمني وساعه وصول. هذا هو امامكم مشاهدينا الاعزاء الذي قدم اداء جميل متعب. 4:30 وجزء واحد توقيت جميل خليفه بن حميد بن محمد المشيخي. مشكور بن حبسه، مشكور لك التحيه واهالي الوقن ما هو بغريب. المركز الثاني ايضا التوقيت 4:38 من الثانيه. تهانينا لراعي اسياد راعي الذيب سهيل سعيد بن سهيل بالدليوي الاكتبي. والمركز الثالث كان ايضا متواجد مشاهدينا عزام لسالم الغبش محمد المحرمي. 4:00 اعطنا المركز الثالث، 4:31 من الثانيه. شكرا لايضا كل الذين فازوا معنا ونهنيهم بهذا الانجاز الجميل.